السلام عليكم. ده موقع من خلاله نقدر نشوف الشمس هتبقى نازلة في الموقع ده عامل ازاي، نقدر نحرك الموقع دوت بحيث ان احنا نحدد الدولة اللي احنا عايزينها بالشكل دوت وبالشكل دوت اهو. طبعا كل ما بيتغير كل ما الاعدادات ديت بتتغير حسب طبعا المكان اللي احنا اخترناه وحسب الوقت. نقدر نختار مثلا يوم معين فتبدأ الشمس ده بتاعتها تتغير، الساعة كام تتغير طبعا تمام، وتقدر تقول انا عايز اشوف الشمس، وده طبعا الارض حسب اليوم برضو اللي انت عايز تشوف فيها. فتقدر تدرس الموقع بتاعك، تقدر تشوف البولر بالشكل دوت توبكس لاينز، واقدر اقول له مثلا انا عايز احمل الاعدادات المكان اللي انا عايز ادرسه، او اختار مثلا في السمر هيبقى عامل ازاي فيقدر يوريها لي كده الدراسه بتاعتها. اقدر اوقفها، اقدر اختار وقت معين مثلا في السان سيت او كده. تقدر تضيف اي معلومات انت عايزها، تقدر تقول له انا عايز اشوف التو لايت، عايز اشوف السيركل تبقى عامله ازاي. اقدر اقول له انا عايز اشوفها مثلا من انهي اتجاه زي ما انت عايز اهوت. خطوط طول العرض تقدر تتحكم في انهي جزء اللي انت تشوفه، فهو ممتاز جدا. تقدر تاخد البيانات تقدر تسيفها بحيث ان انت تدرس المكان اللي انت هتصمم المبنى جوه.